اشنا هي بعدا بنك اونلاين وعلاش انا اصلا غادي نحل بنك اونلاين. واش لا فامي، السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا المهم غنهضروا على واحد الموضوع زوين فيه الصرف فيه الفلوس، غادي نهضروا على لي بنك اونلاين. المهم سيغ سيغتان الناس اللي يلاه وصلوا هنا لفرنسا، ودايوغ كنتمنى يكون الشهر الاول تاعكم داز مزيان من ناحيه القرايه انتيغريتو وقديتو المسائل تاعكم، ومن ناحيه المصاريف الا خسرتو بزاف ما تخلعوش، راه انفو غادي تستابيليزا وغادي تقادو. هادي ما الشهر الاول كيكون طالعين فيه المصاريف، فاش غادي تجيو لهنا غادي تبقاو تسمعوا للناس اللي كاينين هنا جايين باغينيك هاد لابونك راه كتعطي 120 اورو لابونك اونلاين، اشنا هي بونك اونلاين، كتخاف كتقول اش هادشي واش اغناك. المهم هاد الفيديو ينفعك بزاف، غادي تكملو حتى الاخر وغادي نعطيكم التجربه تاعي افيك دو بونك اونلاين، وما نكذبش عليكم انا ربحت فيهم كتربح فيهم الفلوس. I know you feel like you want me and I guess in a way you do. وإلا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوفني في هاد لاشين هادي وبيتي من هنا لقدام حتى تشارك في لي سونداج وفي لي سوجي تقرر المواضيع اللي غادي يجيو من هنا لقدام، ما عليك الا تدخل عندي الانستغرام تما كنديروا لي سونداج كنتحادثوا كنتذكروا اين موضوع غادي نديروا ونقدم على بركه الله. المهم هاد الفيديو هذا غادي نحاول نجاوبوا عليه على هاد الاسئله اللي غنعطي دابا، اشنا هي بعدا بنك اونلاين وعلاش انا اصلا غادي نحل بنك اونلاين، وفي الخلاصه غادي نعطي لكم اشنا هي لا بنك باش كنصحكم ديروها من خلال التجربه تاعي ومن خلال الناس اللي كنتلاقاو ومن خلال الناس اللي كانوا سابقيني، اشنا هي لا بنك اونلاين اللي غادي تنفعكم بزاف، وكيفاش القضيه تاع الفلوس من كيجيو الفلوس في لا بنك اونلاين. راه خاصكم تعرفوا باللي راه ما يمكنش تحل بنك اونلاين الا ما كانتش عندك بنك كلاسيك. اول حاجه نبداو بها اشنا هي بنك اونلاين. بنك اونلاين هي بنك عاديه، بنك كلاسيك بحال العاديه زعما نفس فيها فيرمون فيها كارت بونكير فيها تخلص لي طاريف تاعك فيها تجبد الفلوس فيها كل شيء بحال بنك عاديه، غير هي ما عندهمش لي زاجونس ما كاينينش وما كاينينش لي كونسيير ما كاينينش كامل داك العجب كامل اللي كيكون في بنك كلاسيك ما كاينينش، كلشي كيدار اديستونس كلشي كيدار اديستونس كلشي كيدار باغ انترنيت. دونك انت كيكون عندك ابليكاسيون تقدر دير فيها فيرمون تقدر تشوف تيليشارجي منها الوثائق تاعك تقدر تعيط ليهم تسولهم، كاينين عندهم دي سونتر دابيل عندهم سيرفيس كليون زوين عندهم كلشي زعما مزيانين، وهادشي كامل فاش كتنقص انت عليك لي زاجونس وكتنقص عليك الخدامه لي بونكي كتنقص عليك الناس اللي غيخدموا في لاكوي الناس هادشي، دونك غادي تنقص في لي تاريف تاعك. هذه هي البرانسيب تاع بنك اونلاين، وكيكون عندهم دي كليون بزاف كما كتشوفوا دابا هنا بحال دابا في بورصوراما راه عندهم 2 مليون اكثر من 2 مليون كليون في فرنسا، عاد كاينه اي ان جي راه كاينه اي ان جي عندها مليون وهيلو بنك راه عندهم 520 الف كليون، هادشي ديال 2020. وهاد لي جروب هادو اللي كتشوفوا راه كيكونوا ديال دي بنك زعما كلاسيك بحال دابا بورصوراما راه لا سوسيتي مير تاعها راه هي سوسيتي جينيرال، هيلو بنك راه هي بي ان بي باريبا، ودوك الاخرين راه نتوما كتشوفوا في هاد لا ليست اللي حدايا. المهم انا كنهضر لكم على هاد الجوج هما اللي مشهورين بزاف وهما اللي كيديروا لي زيتيديون بزاف وهما اللي منتشرين بين لي زيتيديون. اسيادنا دابا غادي نهضر لكم على علاش اصلا انا غادي نحل بنك اونلاين، انا اصلا عندي بنك كلاسيك اش غادي ندير بشي بنك اونلاين اش بيت انا شي صداع. المهم غادي نعطيكم واحد لا ليست تاع لي زافونتاج اللي زعما غادي تجبدكم سيغ سيغتان غادي تجبدكم. اول حاجه اللي هي فاش كتحل بنك اونلاين بعدا لي تاريف هي زيرو على حساب لي بنك، غادي داكشي جاي غادي نعطي لكم لي بنك لي زعما فابور بون. المهم لي تاريف راه زعما الموت الرخا لله الرخا لله، لي تاريف الرخا لله زيد عليها فاش كتحل كيعطيو لك لوفر كيعطيو لك تقريبا 80 اورو فاش كتحل الكونت بونكير كيعطيو لك 80 اورو، وان فوا كتحل الكونت بونكير اون فوا كتوصلك لا كارت بونكير كيكون عندك الحق باش تباغيني. اشنا هو الباغيناج؟ الباغيناج هادشي غتسمعوا هادشي دابا هادي هي النقطه اللي كتسمعوا بزاف هي اللي اتيغاتكم لي بنك اونلاين. المهم الباغيناج هو اون فوا كتحل كيكون عندك كونت بونكير كيكون عندك لابليكاسيون صافي كيوصلك المسائل تاع كلشي كيكون عندك تما على حساب الطريقه تاع الباغيناج على حساب لي بنك. المهم الطريقه اللي زوينه اللي مزيانه كيكون عندك واحد الليان كتصيفطو للناس كتصيفطو للناس صحابك ناس كتقول لهم اجي نباغينيك في هاد لا بنك هو اصلا ما عندوش باش يحل فيها كونت بونكير، دونك هو اون فوا كيحل الكونت بونكير كيعطيوه هو 80 اورو وكتشد انت 80 اورو وعلى حساب لي زوفر كاينين لي زوفر كيطلعوا دونك تقريبا بحال دابا في بوفسوراما كيعطيو لك ثلاثه الاولين لي باغيناج ثلاثه الاولين كتشد انت 110 اورو
لا راسك كتشد 110 اورو، وداك لي باغينيتي لي فيليول تاعك ولا ولدك اللي جبتيه كيشد 80 اورو. دونك هذه كتاتيغي الناس، خصوصا الا كان عندك معارف بزاف كتعرف الناس، كتباغيني وكتشد انت الفلوس وهو يشد الفلوس. دونك ما كاين وين وين اصلا، هو الا مشى ديريكتومون باش يحل الكونت بونكير حتى هو غادي يشد 80 اورو، انت ديك الساعه فاش كتزيد الباغيناج دونك وين وين، انت رابح وحتى هو رابح، فهمتوا؟ دونك هاد القضيه حيدوا منها، حيدوا الحسادة وحيدوا داكشي، ما تقولوش وانا غادي نربح على ظهري، داكشي ما كاينش. انت اصلا الا مشيتي ديريكتومون باش تحل كونت بونكي راه تشد 80 اورو، وكيكونوا عندك تقريبا على حساب لي بونك تيكونوا عندك ثلاثة دي باغيناج في الشهر، ثلاثة دي باغيناج في الشهر. وكاينين دي بونك بحال هيلو بونك كيعطيوك 10 في العام، 10 في العام تقدر تباغينيهم في السيمانه الاولى 10 وتشد الفلوس. ولكن المهم غادي نجيو لي زافونتاج وداكشي غادي نعطي لكم التجربه تاعي. انا كنصحكم ديروا جوج لي كونط بونكير. علاش؟ حيت اون فوا كتجيو لهنا كيكون عندك كارت بونكير برينسيبال تاعك كيوصلوك فيها الفلوس من المغرب ولا من الجزائر ولا المهم انت شوف راسك مين كيجيوك الفلوس. المهم هاد لاكارت ما تبقاوش تهزوها معكم بزاف الا كانوا فيها فلوس بزاف، حيت الا طاحت لكم ولا شي حاجه راه اي واحد لقاها نقدر نستعملها سون كونتاكت، نبقى ندي ليك في الفلوس وانت تقدر ما تعيقش واش طاحت لك، حتى ندير بها بزاف ديال لي بيمون نقدر ندي ليك الفلوس تو سامبلومون. دونك دير انت كونت بونكير اون لين، كتكون عندك لا كارت كلشي كتيغي منها. دونك انت ديك الساعه تكون عندك كونت بونكير كلاسيك عاديه اللي هي برينسيبال تاعك، وواحده اون لين تبقى تشري بها دير بها لي زاشا تاعك، تبقى المهم غير كتزيد في السيكوريتي تاعك فاش كدير جوج. وديك الساعه الا خوات هادي اون لين خاصك فيها الفلوس كدير فيغمون، راه الفيغمون راه كيدار فابور. حاجه نسيت ما قلتها لكم الله تفكرتها نقولها لكم، اللي هي الا بغيتو تسدو هاد الكونت بونكير امتى غادي خاصني نسدو؟ باش ما تخافوش خاصكم تسدوه او موان عام بعد، دونك خاص يبقى عندكم او موان عام، حيت على ما سمعت الا سديتوه قبل ولا شي حاجه يقدروا يقول لي لكم ردوا لينا داكشي اللي عطيناكم، ردوا لينا داك الفلوس تاع لي باغيناج. دابا غادي نجيو لواحد الكومباريزون بين لي بونك اونلاين. المهم من خلال التجربه تاعي كما قلت لكم شفت باللي جوج لي بونك اونلاين اللي عندهم شعبيه بزاف اللي هي بورسوراما وهيلو بونك. دونك انا غادي نكومباري هاد جوج لي بونك، واصلا هما اللي عندي هما باش خدام، داكشي شفتو بعينيا عرفت الفرق لمست الفرق دونك غنعطيه لكم. المهم اشنو هو الفرق فاش كدير كونت بونكير في بورسوراما اون فوا كتحلو؟ دونك كيعطيو ليك اختيارات بين لي كارت، كيكون عندك جوج د الاختيارات نتا كايتيديون ولا ك لا غام تاعنا حنا بحال كيكون عندك اما كارت ويلكوم ولا كارت بريميوم. اون فوا كتحل الكارت ويلكوم هادي عندك فيها كلشي لي زافونتاج وكلشي داكشي. المهم اشنو هو اللي خاصك تعرف؟ هي خاصك تستعمل هاد لاكارت في واحد البيمون في الشهر، تستعملو في واحد البيمون في الشهر، زعما تشري خبزة دير عليها ابونمون تيليفونيك دير واحد لغوتخي. المهم تستعمل هاد لاكارت واحد المرة في الشهر، الا ما استعملتيهاش كتمشي ليك 5 اورو في داك الشهر، دونك تستعملها واحد المرة في الشهر سينو غتمشي ليك 5 اورو، وبريميوم سينو غتمشي ليك 15 اورو. انا عندي ويلكم عندي غير ديال 5 اورو. المهم باش تحلها بعدا خاصك دير فيغمون تاع 100 اورو انيسياسيون، حيت انت فاش غادي تحل الكونت بونكير في المغرب مثلا كتمشي كتحط 100 درهم باش يبداو ليك داك الكونت بونكير، هنا لا هنا كتحط 100 اورو باش يتبدا لك. دونك انت اون فوا كتحل الكونت بونكير كتلقى فيه 100 اورو زائد ديك البريم اللي وصلتك اللي غالبا كتكون 80 اورو، دونك كتلقى في الكونت تاعك 180 اورو وصافي كتبدا بها عادي صافي. هادي بورسوراما. هيلو بونك اشنو هو الفرق بين هيلو بونك؟ هاد هيلو بونك هي ما دايرينش هاد القضيه تاع لا خاصك تستعملها واحد الشهر، لا هادي بلا ما تستعملهاش كاع تكون عندك لاكارت. انا كانت عندي في الكونفينمون ما عمرني استعملتها شي 4 شهور ما كيدي والو، ولكن اشنو هو لافونتاج تاع بورسوراما على هيلو بونك؟ بورسوراما لي بريم كيوصلوا سيغ بلاص باغينيتي شي واحد اون فوا كيحل الكونت بونكير كتوصلك البريم تاعك كتوصلو تا هو البريم تاعو. باغ كونت في هيلو بونك لا اون بليس في بورسوراما لي بريم طالعين، بحال دابا حاليا في هيلو بونك دايرين 20 اورو الا حليتي 20 اورو، باغ كونت في بورسوراما دايرين 80 وكتوصل حتى ل 130 اورو. اختصرت بزاف ديال الاسئله هنا، عطيت لكم التجربه تاعي وكما لاحظتوا راه عطيت لكم لا بونك اللي خاصكم، ماشي خاصكم ولا اني حابه تختاروها اللي هي بورسوراما، حيت من خلال التجربه تاعي شفت الفرق لمستو بين هاد لي جوج ديال لي بونك اونلاين.
وعطيت لكم اشنو هو السبب، وعطيت لكم المعامله، عطيت لكم لي زيدي اللي كاينين ودايرين بين الناس. لي بونكولين راه السورس ديال الفلوس، ما زعما الا عندكم المعارف ديروهم. وحتى نتوما الا بغيتو عندكم شي ايدي ولا ما عندكمش لي باينيكم، دخلوا عندي الانستغرام سولوني من هناك كانت نطاينيكم حتى انا نربح منكم شويه. الا بغيتو ماشي هذا اختيار، دخلوا عندي الانستغرام قولي لي السي ياسين راه بينك تطاينيني في هذا لابون. الا باقي عندي، حيت انا كما قلت لكم كيكون عندك الحق غير في ثلاثه في الشهر، دونك الا ما طاينيتش ثلاثه ولا شي حاجه اجي سولوني. والا عندكم شي تساؤلات على هذا السوجي هذا ولا شي تخوف ولا شي حاجه اجي سولوني نقدر نجاوبكم. الا بان لكم شي حاجه ما قلتهاش قولوها في لي كومونتير ولا سولوني في ميساج في انستغرام. والا بغيتوني نبارينيكم حتى هي مرحبا، علاش لا. يلا نتمنى يكون عجبكم الفيديو، اسمحوا لي على الغبورات شويه حيت راه بدينا القرايه بدينا الخدمه ستريس تي ترتلي، دونك راه مابقاش الوقت بزاف. ومن هنا نحطوا شويه النويطات ديما نبقاو نحطوا ان شاء الله، باش ما غاديش نخليوها تموت، غادي نبقاو نحطوا الفيديوهات ديما وسيتو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، بارطاجيت معكم داكشي اللي كنعرف وجهه النظر تاعي التجربه تاعي داكشي اللي شفت بعينيا، ماشي داكشي اللي سمعت ولا داكشي اللي قال لي شي واحد بغى ياثر عليا باش يجبدني لشي حاجه. لا، عطيت لكم داكشي اللي عشت انا بوندو هذا العام هذا، وعطيت لكم شحال ربحت. وانتم حتى انتم تقدروا، انتم الا كتعرفوا بزاف الناس، الا ما كتعرفوش راه ما عندي ما ندير لكم، تشدوا هذيك 80 اورو ديال الاول ودوك لي زافونتاج اخرين، راه ما كاينش غير لافونتاج في الفلوس، كاينين دي زافونتاج اخرين. دونك نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، سبسكرايب 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 وكومونتير زوين ولايك. يلاه بيس.